رح نبدأ اليوم نحكي عن شابتر 4. شابتر 4 شابتر بسيط إلى حد ما. الحسابات الموجودة فيه بسيطة، في بعض الأمور بحاجة لحفظ، لكن إن شاء الله إنه بيكون من الشباتر اللي بسيطة ونتعامل معها بطريقة سهلة. هذا الشابتر بيحكي عن اللي هو types, different types of chemical reactions، وبنحكي عن اللي هي solution stoichiometry. وحكينا كلمة stoichiometry تعني اللي هي الحسابات الكيميائية. تعلمنا بالشابتر اللي سبق حكينا كيف نحسب اللي هي عدد المولات، تعلمنا كيف نحسب الـ average atomic mass، كيف نحسب المولر mass، وبناء عليها كيف نعمل عمليات حسابية. على سبيل المثال نطلع كمية المواد اللي ممكن تكون ناتج عندي. تعلمنا كيف نتعلم اللي كيف نحدد اللي هو limiting reactant، كيف نحسب اللي هي yield للرياكشنز. بهذا الشابتر راح نحكي أكثر عن اللي هو خصائص المحاليل أو الحسابات لما بنحكي عن solutions. ودائما لما بنحكي عن solutions فاحنا بنحكي عن شغلتين رئيسيات، بنحكي عن solute و solvent اللي هو مذيب ومذاب، وأشهر مذيب اللي هو الماء أو اللي هو ال H2O. طبعا من خصائص ال H2O معروف انه واحد من اهم المركبات اللي موجوده على الارض، كونه ال H2O هو مذيب جيد لعدد كبير وعائلات مختلفه من المركبات العضويه. طبعا ال H2O بيتكون من اكسجين، هذه الاكسجين رابط معها هيدروجينتين، الاستراكشر لإلها اللي هو بنت ستراكشر، الزاوية اللي هي ما بين الهيدروجين اكسجين هيدروجين عبارة عن اللي هي 105. طبعا كلنا بنعرف انه الاكسجين الالكترونيجاتيفيتي لإلها اعلى من الهيدروجين، فبالتالي بتسحب الالكترونات لجهتها، فبتكون الالكترونات موزعة بشكل اكبر حوالين اللي هي ذرة الاكسجين، فبالتالي بنحط نيجاتيف تشارج، بينما الهيدروجين بيكون في عليهم اللي هي البارشال بوزيتيف تشارج، اي بمعنى اخر في عليهم شحنه جزيئيه او جزئيه اللي هي موجبه على الهيدروجين، على الاكسجين في عندي اللي هي شحنه سالبه. فبالتالي محصله القطبيه لهذا المركب باتجاه الاكسجين، فبالتالي الووتر عبارة عن بولر موليكيول، بولر موليكيول. الآن زي ما حكينا لما بنحكي عن aqueous solution، طبعا دائما aqueous بتدلني انه السولفنت هو عبارة عن ماء. لما بنحكي عن aqueous solution بنحكي عن solute اللي هي المادة اللي احنا بدنا نذوبها، وبنحكي عن solvent وبهذه الحالة اللي هو عبارة عن اللي هو liquid water. فدائما لما بنحكي عن كلمة aqueous solution، كلمة aqueous solution تعني شغلتين، تعني انه يكون في عندي solute، تمام، مادة بدنا نذوبها، ويكون في عندي solvent، والsolvent اللي هو عبارة عن ال H2O او اللي هو ال water. الآن السوليوت هات ممكن يكون عبارة عن شيء راح نسميه الكترولايت، والالكترولايت هي أي مادة ممكن إنها تدوب بالمي، وبعد ما تدوب بالمي تكون عندها اللي هي موصلة للتيار الكهربائي. فكلمة الكترولايت من كلمتها الكترولايت تدلني على إنه في حركة انتقال، فأي الكترولايت، تمام، هو بيكون عبارة عن اي ماده لما بندوب بالمي بتشكل لي او بتكون موصله للتيار الكهربائي. طبعا احنا بنعرف انه المواد اللي بتكون موصله للتيار الكهربائي هي بالعاده املاح، او هي مواد اللي بتتفكك لايونات، هذه الايونات اللي هي بتكون قادره على انها توصل التيار الكهربائي. نبدا نصنف انواع الالكترولايت. ممكن يكون في عندي سترونج الكترولايت، ويقصد بالسترونج الكترولايت اللي بتكون فيري افيشنت بانها توصل التيار الكهربائي.
لكن بمعنى آخر هذه السترونج الكترولايت بتكون كومبليتلي ايونايزد ان ووتر، بمعنى آخر بتتفكك بشكل كامل الى ايونات موجبة او ايونات سالبة، فبالتالي بتكون الموصلية تاعتها للتيار الكهربائي عالية جدا. فعندي ويك الكترولايت، هذول اللي هم كوندكت اونلي سمول كرنت، يعني بس بوصل كمية قليلة، وهذا بيكون في عندي a small degree of ionization، بمعنى آخر ما بيتفككوا بشكل كامل بالماء. فهذول بنسميهم weak electrolytes. وطبعا عندي اللي هم non electrolytes اللي هم ما بيوصلوا التيار الكهربائي نهائيا، فبالتالي هذول ما بيشكلوا عندي ions. طبعا strong electrolytes زي لما مثلا احكي اللي هو الصوديوم كلورايد NaCl، تمام. non electrolytes زي لما احكي اللي هو السوكروز، تمام، اللي هو السكر، تمام. فالسكر ما بتشكل عندي اي ايونات، فبالتالي ما بيكون في عندي اي current flow، ما بيكون في عندي اي حركة للالكترونات، فبالتالي ما بيكون موصل للتيار الكهربائي. فاي شيء ما بوصل للتيار الكهربائي بمعنى اخر هو ما بتفكك، ما بتفكك عندي لايونز، فبالتالي بنسميه non electrolytes، non الكترولايتس. بينما اذا كان عندي اللي هم المواد اللي بتوصل التيار الكهربائي بكفاءة عالية، هذول بنطلق عليهم اللي هم strong electrolytes. ودائما بنحكي بهذه الحالة عن الووتر as a solvent. الآن راح نتعلم بهذا الشابتر عدة أنواع من الرياكشنز. هذه الرياكشنز تمام، جزء منها هنحكي عن الرياكشنز بتكون متعلقة بالاكيوس سوليوشن، راح نحكي عن النيتشر لهذه الرياكشنز، وراح نحكي عن الاماونتس او اللي هي التركيز اللي بتكون موجودة في هذه الكيميكال رياكشنز او اللي هي موجودة بالسوليوشن. فراح نبدأ نحكي عن اول مفهوم. طبعا دائما لما انا بذوب مادة بمي او بسولفنت معين، دائما كمية المادة هاي بتحدد لي اللي هو التركيز لهاي المادة. فأول خاصية أو أول شيء راح نتعلم كيف نحسبه من خصائص اللي هي solutions اللي هو المولاريتي أو اللي هي التركيز اللي بنختصرها بالرمز M، وهي واحدة من الأشياء المهمة جدا، تمام، اللي برضه حنشتغل عليها كثير بكيمياء 2 دائما، تمام. لما بنحكي عن مولاريتي معناتها تركيز، والتركيز بدني على كمية شغلة مقارنة بشغلة تانية. فلو بنحكي عن تركيز لسوليوت موجود عندي أنا بسولفنت معين، فهو القانون تاعه هو عدد المولات اللي موجودة من هذا السوليوت تقسيم حجم السوليوشن باللتر، ومهم جدا إنه يكون عندي الوحدة باللتر. فالمولاريتي هي مولز اوف سوليوت على الليترز اوف سوليوشن. على سبيل المثال لما بيكون في عندي 6 مولز من ال HCl ب 2 لتر، بنحكي انه 6 تقسيم 2 3، فهذا 3 مولر. اما بنحط اللي هي الام كابيتال، الام كابيتال معناته اللي هي مول بير لتر، اما راح تشوفها اللي هي على شكل ام كابيتال وموجوده بالايتاليك يعني مايله، او راح يكون كاتب لي اياها مولز على لتر. فمولز على لتر او اللي هي المولاريتي ام هاي بتدني على وحده التركيز، فهي دائما عدد المولات على الحجم. طبعا كيف نحسب عدد المولات؟ سبق وحكينا انه عدد المولات دائما بيساوي اللي هو الماس على المولر، على المولر ماس. نشوف بهذا المثال شو المطلوب عندي وكيف التطبيق على القانون. بحكي لي a 500 جرام سامبل اوف بوتاسيوم فوسفيت اللي هو K3PO4، ومعطيني اللي هو 212.27 جرام بير مول. طبعا مباشرة لما اطلع على الوحدة جرام بير مول، فاكيد انا بحكي عن اللي هي مولر ماس. is dissolved in enough water to make 1.5 liters or of solution. What is the molarity of this solution? الآن عشان أحسب المولاريتي بكتب القانون تاعها. المولاريتي عدد المولات على الليترز. طبعا الليترز الأول اللي هي الفوليوم للسوليوشن، موجود عندي الفوليوم للسوليوشن 1.5، ولكن مش موجود عندي أي من المعطيات ما يدلني على عدد المولات، فبالتالي لازم أروح أحسب عدد المولات. الآن عشان أحسب عدد المولات بنحكي عدد المولات بيساوي
اللي هي اخذناها اللي هي الماس على المولر ماس. الماس لازم تكون عندي بالجرام، فبالتالي عندي 500 جرام. لو كانت عندي بالكيلوغرام او بالمليجرام دائما لازم احولها لجرام، فبنحكي 500 تقسيم المولر ماس اللي هي ال 212 جرام بير مول، فبيطلع عندي اللي هو عدد المولات من البوتاسيوم سلفيت. طلعت عدد المولات تعوض بدل المولات، فبصير عندي اللي هي 2.36 اللي هي ناتج عدد المولات هون تقسيم اللي هي 1.5 ألا وهي الحجم بالليتر. ننتبه دائما على هاي الحجم، هذا دائما دائما لازم يكون بالليتر. بمعنى آخر، إذا كان هذا الحجم بالمليلتر لازم أضرب ب10 قوة ناقص 3 بحيث إني أحولها لليتر، فبيطلع معي الجواب اللي هو 1.57 مولر، أو زي ما حكينا بدال المولر هاي ممكن أكتب اللي هي مول بير ليتر. الآن نيجي نحكي عن اللي هم الـ concentration of ions. زي ما حكينا إذا بيكون عندي مادة ما بتتفكك فبالتالي بتضلها نفس ما هي، لكن الآن لما بنحكي عن اللي هم salts فأغلب الـ salts بالعادة بيتفككوا إلى أيونات زي ما حكينا بالمي. فإذا كان في عندي كالسيوم كلورايد CaCl2، طبعا CaCl2 رح تتفكك لاثنين من Cl ماينس، وراح يكون في عندي اللي هي CA2 بلس. طبعا كيف عرفت انه هاي كالسيوم 2 بلس، وكيف عرفت انه هاي 2 Cl ماينس؟ دائما الرقم اللي هون تمام بصير على الشكل اللي هو اللي هو الكوفيشنت. الشغله الثانيه احنا بنعرف دائما حكينا الهالوجنز بيكسبوا الكترون، فهم دائما بيكونوا على شكل ماينس، فبصير في عندي هون 2 مضروبه ب اللي هي سالب 1 فسالب 2، فاكيد الطرف الموجب عشان يكون هذا السولت نيوترال لازم يكون في عندي اللي هو موجب 2. الان اذا في عندي 0.5 او 0.25 مولر من الكالسيوم كلورايد، هذول بعد ما يتفككوا تمام ايش راح يعطيني؟ هذه في عندي راح تعطيني ايون واحد، فبالتالي بحكي واحد ضرب الكونسنتريشن تاع CaCl2، فبالتالي بيطلع عندي اللي هو 0.25 مولر، نفس التركيز اللي احنا مبلشين فيه. لكن بالنسبه للسي ال 2.5 هاي راح تعطيني 2 مضروبه بالرقم هات، فراح تعطيني اللي هو 0.5 مولر سي ال. بمعنى اخر انا هون هاي اذا بدي اقراها بلغه المولات، فانا بحكي الواحد مول من الكالسيوم كلورايد بيعطيني واحد مول من الكالسيوم ايون، وبيعطيني 2 مول من السي ال ماينس. فبالتالي احنا بنعرف انه المولاريتي بتساوي عدد المولات على الحجم. الحجم اكيد ثابت لانه انا ما غيرت الحجم، ولكن اختلف عدد المولات، فتركيز السي ال بده يكون 2 مضروب بعدد اللي هي المولات للسي اي سي ال 2 تمام على الفوليوم اللي هو ثابت. فبالتالي دائما هذا الرقم بنضربه بالتركيز اللي هو بيكون موجود عندي من السولت اللي بيتفكك. فإذا كان عندي زي ما حكينا كالسيوم تعطيني كالسيوم واحد بس تعطيني 1 مول، ف 1 مول 1 مول، فبضل عندي نفس الكونسنتريشن، بينما هون ال 1 مول بيعطيني 2 مولز، فبالتالي بصير في عندي دبل الكونسنتريشن او اللي هو ضعف الكونسنتريشن. الآن ناخذ تطبيق على 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 هذا المبدأ. بحكي لي which of the following solutions contains the greatest number of ions. فهنا لازم يكون شوي ذكيين بالتعامل مع هذا النوع من الأسئلة. معطيني الخيارات، طبعا بده هو مين أكثر إشي في عندي ions، معطيني volume ومعطيني اللي هو ال concentration. فعندي على سبيل المثال عندي 0.1 من NaCl موجودين ب 400 ml، عندي اللي هو calcium chloride نفس التركيز 0.1 ولكن بفوليوم أقل، وعندي اللي هي FeCl3 نفس التركيز فوليوم اقل، وعندي اللي هو سكروز 0.1 ولكن فوليوم اكبر. اول شغله لا تنغر بالارقام اللي موجوده عندي هون تمام، فمش شرط انه اكبر حجم بيكون في اكبر عدد من الايونز تمام، ولا اقل حجم ممكن يكون في اكبر عدد من الايونز. الاشياء الرئيسيه هون اللي لازم نطلع عليها هم الثلاث اشياء. اول شيء طبعا لازم الفوليوم، الشغل الثاني لازم اطلع على الكونسنتريشن، والشغل التالي لازم اطلع على نفس السولت هذا كم ايون بيعطيني. فعلى سبيل المثال لما احكي NaCl، NaCl راح تعطيني Na وراح تعطيني Cl، Ca راح تعطيني واحد من ال Ca وراح تعطيني اثنين من ال Cl،
الاف اي راح تعطيني واحد من الاف اي وراح تعطيني ثلاثه من السي ال. السكروز حكينا هذا نون الكترولايت، بمعنى اخر هذا ما بتفكك، فبيضله زي ما هو. الان عشان احسب عدد الايونز بدي احسب عدد المولات. كيف بدي احسب عدد المولات؟ عدد المولات اللي هو من القانون، عدد المولات بده يصير اللي هو المولاريتي ضرب اللي هي الفوليوم. فبالتالي باجي بحكي المولاريتي لهم تقريبا ثابته او لهم ثابته، فبنحكي او بوينت مثلا للسوليوشن الاول او بوينت او 0.1 مضروبه اللي هي ب 400، ولكن هاي ال 400 زي ما حكينا لازم نقسمها للتر، فبنقسمها على 1000، فبصير عندي اللي هي 0.4 ضرب 0.1 ضرب 2. من وين اجت هاي الاثنين؟ هاي الاثنين انه السي ال بتفكك ل 2 ايونز، ان اي لحال وسي ال لحال، ففي عندي 2 ايونز. هو ما حدد لي هل بده الان اي ولا السي ال، فهو بيحكي لي عن كل الايونز سواء كانوا كاتيونز او انايونز، يعني سواء كان شحنتهم موجبه او شحنتهم سالبه. هذا بالنسبة لرقم اللي هو أو اللي هو الفرع الأول. للفرع الثاني راح أجي أحكي المولاريتي تمام اللي هي 0.1 مضروبة ب 0.3 اللي هو الفوليوم مضروبة بثلاث. ليش بثلاث؟ لأنه أنا في عندي واحد من الكالسيوم، في عندي تنتين من السيال، فلما يتفككوا هدول زي ما شفنا بالمثال السابق راح يعطيني سي اي وراح يعطيني اثنين سي ال، فمجموع الأيونات هون في هاي الحالة في عندي ثلاث ايونات. بحالة الـ FeCl3 هنضرب التركيز اللي هو 0.1 بالفوليوم مضروب بأربعة، لأنه عندي ثلاثة من الـ Cl وواحد من الـ Fe، فالمجموع أربعة، فضربنا 200 أو اللي هي 0.2 عشان أحولها للتر، في 0.1 مضروبة بأربعة. وبالنسبة للسكروز زي ما حكينا هذا ما في عندي أي أيون لأنه هو بالأصل ما بيتفكك، فهذا مباشرة بستثني. الآن نشوف مين اللي حاصل ضرب أو حاصل اللي هي عدد الأيونز بعطيني رقم أكبر. على سبيل المثال اللي هي A عندي 0.4 مضروبة ب 0.1 ب 2، فبيطلع عندي 0.08 مول من الأيونز. بينما ب B بدي أضرب اللي هي 0.3 ب 0.1 ب 3، فبيطلع عندي 0.09. وبالنسبة للسوليوشن سي رح نضرب 0.2 في 0.1 مضروب ب 4 فبيطلع عندي 0.2، فواضح انه بي هو اللي في اكبر عدد من الايونز. فزي ما حكيت ما نتسرع تمام بان ننغر بالفوليومز او بالكونسنتريشن، دائما اضرب واضرب بعدد الايونز، طبعا اذا كان بحكي لي عن ايونز. لكن الان اذا كان مثلا فقط بحكي لي عن السي ال ماينس، اذا كان بس بحكي لي عن السي ال ماينس، فراح نروح نعمل نفس الحسابات. هون هذا الان اي سي ال راح تعطيني واحد سي ال، فراح يكون عندي بدال 2 واحد. بحاله اللي هي بي حيكون في عندي بدال اللي هي ما نضرب ب 3 راح نضرب ب 2 لانه حيكون في عندي 2 سي ال، وبالحاله الاخيره راح يكون في عندي 3، ونشوف مين بيعطيني الرقم الاكبر. طبعا دائما نفهم مفهوم المولاريتي تمام. المولاريتي زي ما حكينا هي عدد المولات على الحجم، فبالتالي اذا دائما بيكون عندي فوليوم تمام بيزيد او بنقص هذا الفوليوم، هذا بيغير لي في الكونسنتريشن. لكن زي ما شفنا هون مش دائما الفوليوم اللي بيكون اكبر هو اللي بيكون في كونسنتريشن اعلى تمام. فدائما الفوليوم تمام the volume of solution is the largest، هذا مش شرط انه يعطيني اللي هو اكبر عدد في الايون، ولا الفورمولا اللي بتكون كبيره هي اللي بتعطيني اكبر عدد من الايون زي ما لاحظنا هون. يعني على سبيل المثال هون CaCl2، هون عندي FeCl3، صحيح انه هون في عندي ايونات اكبر ولكن في عندي فوليوم اقل، فانا لازم اخذ كل المعطيات بعين الاعتبار وما اركز على واحدة من هاي المعطيات على حساب الثاني، لازم أطلع الأرقام وبناء عليها بنقرر. الآن رح نحكي عن اللي هي عملية بنستخدمها كثير بالكيمياء اللي هي ما بنسميها إحنا بالديليوشن، أو اللي هي يقصد بها بالعربي اللي هي عملية التخفيف. عملية التخفيف من الاسم إنه يكون في عندي concentration عالي، يعني عدد مولات بفوليوم عالي، وهذا الاشي بدي اخففه، انا بلزمني كونسنتريشن اقل. طبعا كيف بتتم عمليه الديليوشن؟ باني اضيف مي تمام، يعني اضيف ووتر لهذا الكونسنتريتد ستوك سوليوشن تمام اللي هو الكونسنتريشن فيه عالي. فبالتالي انا لما بضيف المي
بقلل اللي هو بقلل التركيز. كيف بقلل التركيز؟ عدد المولات راح يضلوا ثابت، يعني إذا في عندي 10 مول بواحد لتر فالتركيز 10 تقسيم واحد. الآن إذا ضفت كمان واحد لتر من الـ H2O أو من السولفنت، عدد المولات بيضلوا ثابت، يعني بيضل عندي عدد المولات 10، ولكن اللي بيتغير عندي إيش؟ اللي هو الحجم. فبالتالي شو بيصير في المولاريتي؟ بتقلل المولاريتي. فدائما الديليوشن انه اجيب شيء هاي كونسنتريشن احط عليه من السولفنت، فبالتالي بخفف تركيز الماده الذائبه عندي، على سبيل المثال اذا كان السولفنت، اذا كان السولفنت ووتر. زي ما حكينا الديليوشن does not affect the number of moles، بمعنى اخر اذا في عندي 10 مولز ورحت حطيت عليهم كمان لتر من المي، حيضلوا في عندي 10 مول، ولكنهم راح يتوزعوا على فوليوم اكبر، فبالتالي الكونسنتريشن عندي راح يزيد، الكونسنتريشن عندي راح يزيد. زي لما بنحكي عن كثافه سكانيه، اذا انا في عندي مليون شخص موجودين في مكان معين، تمام؟ زي لما احكي مثلا مليون شخص موجودين في 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 في, في منطقه مثلا زي عمان، تمام؟ فانا بقدر احسب كثافه سكانيه اللي هي بتدلني على الكونسنتريشن. هلا هذول المليون لو حكيت لهم روحوا توزعوا على الاردن كامل، تمام؟ عددهم حيظل مليون، ولكن الكثافه السكانيه شو مالها؟ حتقل. فبالتالي هون نفس الشيء، اذا انا في عندي عدد مولات ورحت ضفت عليه سولفنت فانا كبرت الفوليوم، ولكن عدد المولات ثابت قبل وبعد اضافه الماء. فبالتالي ممكن نروح نستخلص قانون اللي هو الديليوشن، ونعتمد على انه عدد المولات قبل وبعد الديليوشن متساوي. طيب عدد المولات شو بيساوي؟ من القانون اللي كان معنا حكينا انه عدد المولات بيساوي اللي هي المولاريتي مضروبة بالفوليوم. فبالتالي عدد المولات قبل هو نفسه عدد المولات بعد، فبنطلع بقانون اللي هو M1 V1 اللي هي M1 بتدلني على اللي هي الكونسنتريشن او المولاريتي، V1 اللي هو الفوليوم قبل عملية الديليوشن. فإذا في الديليوشن دائما بيكون في عندي عدد المولات ثابت قبل وبعد الديليوشن، فبالتالي M1 اللي هي المولاريتي بالفوليوم اللي هو قبل الديليوشن لازم يساوي اللي هي المولاريتي بعد الديليوشن بالفوليوم اللي هو الثاني اللي هو بعد الديليوشن. فبالتالي V2 دائما لازم تكون رقم أكبر من V1، و M2 بدها تكون أقل من M1. فهذا من القوانين برضو المهمة عندي بالديليوشن. نشوف هذا السؤال بيحكي لي عندي 0.5 مولر solution of sodium chloride and ACL is an in an open beaker، موجود في بيكر مفتوح، sits on a lab bench، موجود على البنش تاع اللاب. Which of the following would decrease the concentration of the salt؟ أي من الخيارات اللي موجودة عندي راح تغير لي بتركيز هذا الصوت؟ بمعنى آخر سواء اللي هو طالب مني أي واحدة منهم راح تعمل على تقليل هذا الكونسنتريشن. الخيارات الموجودة عندي ونفسر كل واحدة فيهم بالضبط. A adding water to the solution. Now الآن إذا بيكون في عندي 0.5 حكينا إذا بضيف water فأنا كبرت الحجم، عدد المولات ثابت فأكيد التركيز راح يقل. طيب شو بيصير لو we added pour some of the solution down into the sink؟ يعني بمعنى آخر أنا في عندي مثلا 1 لتر، رحت هذا 1 لتر بيحتوي على 0.5 مولر من NaCl، رحت كبيت نصه بالمغسلة، هل النص الثاني الكونسنتريشن تاعه بيختلف؟ أكيد أكيد لا، تمام؟ ليش؟ لأنه حيضل عندي الفوليوم عدد المولات قل، ولكن برضه قل عندي الفوليوم بنفس النسبة، فبالتالي الريشيو بيناتهم دائما نفس التركيز. زي لما يكون في عندك مثلا انت بتشرب بسائل معين، مثلا هذا السائل كمية السكر فيه او تركيز السكر فيه ثابت، فاذا انت شربت منه تمام هذا ما حيقلل من حلاوة الشيء اللي انت عم تشرب عنده، حيضل عندك نفس الطعم، فبالتالي بضل عندك نفس التركيز سواء صار عندي نص الكمية او اللي هو ربع الكمية. فدائما اني اشيل مثلا من محلول اقسمه الى نصين، هذا الشيء ما بيغير من التركيز تاعه. الان اد مور صوديوم كلورايد، اذا بنضيف مور صوديوم كلورايد فبالتالي التركيز راح يزيد ما راح يقل، لانه انا بزيد عدد مولات الصوديوم كلورايد. ليت ذا سوليوشن سيت
down او sit out in the open air for a couple of days. بحكي لي اذا تركت هذا السوليوشن برا، طبعا كلياتنا بنعرف انه اذا انت بتترك سوليوشن برا مفتوح مع الوقت راح تبلش المي تتبخر، بمعنى اخر كميه السولفنت حتقل. قلت كميه السولفنت، عدد المولات ثابت، التركيز بهاي الحاله شو ماله؟ حيزيد، لانه انا اللي بقل عندي اللي هو في المقام، فبالتالي الرقم راح يزيد، فدي حتزيد التركيز مش حتقلل التركيز. اخر خيار بحكي لي انه ممكن يكون في عندي اكثر من اوبشن هون، لكن ولا وحده منهم زي ما لاحظنا بتقلل التركيز باستثناء A. زي ما حكينا هون التركيز بظله ثابت، add more sodium chloride بزيد التركيز، ال evaporation هون رح يقل ال volume تاع solvent، فبالتالي التركيز رح يزيد. ناخذ مثال على قانون اللي هو ال dilution. بحكي لي what is the minimum volume of a 2 molar NaOH solution needed to make 15 ml of 0.8 مولر ان اي سوليوشن. بمعنى اخر عندي انا ان اي او اتش دائما بهذا النوع من الاسئله تمام، بيكون معطيك اللي هو تركيز فوليوم وبده فوليوم تمام، فاكيد لازم نحل على ام 1 في 1 بتساوي ام 2 في 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 2 تمام، او لما يكون يعطيني مثلا اللي هو معطيني 2 فوليومز و 1 كونسنتريشن، كذلك الامر بدنا نحل دائما على هذا المثال. فمرة ثانية بحكي لي what is the minimum، يعني أقل كمية ممكنة تمام of 2 molar NaOH solution is needed، يعني كم لازم آخذ من هذا السوليوشن حتى أحضر سوليوشن ثاني حجمه 150 وتركيزه 0.8. فبروح بحكي أنا في عندي اللي هو السوليوشن الأول اللي هو الستوك اللي تركيزه عالي اللي هو M1 مضروب كم بدي اخذ منه اللي هو هذا بنسميه V1 عشان احضر سوليوشن التركيز تاعه 0.8 مولر والفوليوم تاعه 150 مل. طبعا زي ما بنلاحظ هون عوضنا بالمل، ما في مشكله بهذا المثال فقط او بهذا القانون انك تعوض بالمل او باللتر، لانه دائما حيطلع اذا بتعوض هون بالمل حيطلع معك الجواب هون بالمل، مهمة جدا هاي، إذا بتعوض بالليتر راح يطلع معي الجواب بالليتر، فسواء حولت هاي لليتر أو خليتها زي ما هي تمام، لازم يطلع معي الجواب نفسه ولكن أنتبه على الوحدة، إذا بعوض بالمل بده يطلع معي بالمل، إذا بعوض بالليتر بده يطلع معي الجواب بالليتر، فبالتالي بيطلع معي الجواب 60. هذا إيش بيعني؟ بيعني إنه أنا لازم أروح أجيب من هذا السوليوشن 60 مل، وتبع على الحكي اللي بتحكيه الان، هذا بيعني انه انا بدي اروح اجيب 60 مل من الهاي كونسنتريشن تمام، وبعديها شو بدي اروح اعمل؟ هذا اللي هو 60 مل اللي هو اوف اللي هو 0.2 مولر سوليوشن، لازم اخذ منه 60 مل. الان انا بدي احضر كم؟ بدي احضر 150. طب اوريدي عندي 60 عشان احضر هذا الكونسنتريشن، معناته لازم شو اروح اعمل؟ راح اروح اضيف عليه تمام اللي هو 90 مل من ال H2O. طبعا نفهم هذا السؤال ونحاول نشوف كيف ممكن نغير بصيغه السؤال بحيث انه يكون عندي المطلوب مختلف. الان هون باول بالصيغه الموجوده بالسؤال بس بده كم لازم اخذ من هذا الكونسنتريشن او من هذا السوليوشن عشان احضر اللي هو سوليوشن تركيزه اقل زي ما بنلاحظ بفوليوم معين، فحلينا على M1 في V1. هلا اذا بده يلعب شوي بالسؤال ممكن يحكي لك تمام انا كم لازم اضيف ميه على 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 سوليوشن على هذا 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 السوليوشن عشان احضر اذا اخذت 60 مل، فاذا اخذت 60 مل تمام لازم اضيف عليهم 90 عشان يصير الفوليوم عندي اللي هو 100 150، لكن جواب السؤال اللي هو موجود معي انا بالمعطى هو فقط اللي هي بدي 16 مل of 0.8 solution تمام of the 2 molar solution، هذول ال 90 بدي اضيفهم تمام اللي هو على اساس انه يصير عندي اللي هو الفوليوم اللي هو 150. فهذا هو المقصود دائما بمفهوم اللي هو الديليوشن. بهذا الموضوع زي ما حكينا في بداية الشابتر
راح نحكي عن انواع اللي هم الكيميكال رياكشن، هنحكي عن precipitation reaction، ويقصد بالبريسيبيتيشن اللي هي تفاعلات الترسيب، يعني بمعنى اخر حنجيب سوليوشن من مركبين او من املاح، تمام؟ هذول يكون كل واحد فيهم دايب، ولكن لما نخلطهم مع بعض حيتشكل عندي اللي هو الراسب. حنحكي عن اسيد بيس رياكشنز، تمام، تفاعلات اللي هو الحموض والقواعد، وحنحكي عن الاوكسيديشن ريدكشن رياكشنز اللي هي تفاعلات التاكسد والاختزال. نبدا باول نوع اللي هو البريسيبيتيشن رياكشن، وزي ما حكينا البريسيبيتيشن رياكشن، تمام، اللي هي عباره عن اللي هي التفاعلات اللي بتشكل عندي راسب، او بسموها اللي هي دبل ديسبليسمنت، دبل ديسبليسمنت رياكشن، تمام، زي ما راح نشوف هسه. زي ما حكيت لما يكون في عندي ايونيك كومباوندز ودايبين بالمي، تمام، بيكون في عندي دائما اللي هو سيبريت ايونز، بيكون الايون كل واحده فيهم لحال. لما بحكي بريسيبيتيت زي كأنه هذول الايونز بيرجعوا بتجمعوا مع بعض وبيشكلوا لي اللي هي ماده صلبه. الان نشوف هذا المثال، بحكي لي the reaction of K2CrO4، تمام، aqueous. ايه كلمة aqueous؟ هاي بتدلني انه انا عندي solution، يعني عندي clear solution، عندي homogeneous solution، واضح؟ اذا بيكون عندي حط بدال aqueous حاطط لي S، هذا بدلني، حكينا انه في عندي solid. اذا بيكون حاطط لي G بدلني انه عندي gas. اذا بيكون حاطط لي L بيكون عندي liquid. ولكن AQ هي اختصار لأكيوس، بتدلني انه هاي المادة ذايبة، بمعنى اخر بتتفكك لأيونات. فلما احط K2CR4 بمي، هذا بتتفكك لK بلس لحال و CrO4 ماينس لحال. كذلك الامر لما بياخذ باريوم نايتريت، تمام، لازم تكون احنا الان نعرف كيف نسمي هاي المركبات. ال PA، تمام، بدها تكون على شكل PA2 بلس، وال NO3 بدها تكون على شكل NO3 ماينس، في منها اثنين اكيوس، بدلني انه هذول اثنين بيكونوا دايبين. الان اذا اخذت المحلول من ال K2CrO4 ومحلول من الباريوم NO3 كلاهما دائب وكلير سوليوشن، وخلطتهم مع بعض حيتشكل عندي راسب، حيبلش السوليوشن يرسب. كيف بيرسب السوليوشن؟ زي ما حكينا بصير في عندي عملية اللي هي displacement، يعني عملية اللي هي استبدال. بمعنى آخر بأول salt عندي K2CrO4، يعني عندي K plus عندي CO4 minus، تمام، عندي اللي هي K plus و CO4 minus. بحالة الباريوم نيتريت عندي Ba وعندي NO3. هسا البوتاسيوم او اللي هي الكي مع سي ار او ماينس، هذول بيدوبوا بالمي. الباريوم مع الان او 3 كمان بيدوبوا بالمي. لما نخلطهم مع بعض دائما بنعرف انه الموجب بيتحد مع 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 السالب، فبصير عمليه اكسشينج، بصير عندي عمليه تبادل. البوتاسيوم كانت قبل شابكه مع السي ار او 4، بتروح هالمره بتشبك مع الان او 3، فبتشكل عندي سولت جديد. كذلك الامر البي اي اللي هو الباريوم، بتروح كانت هي بالاصل شابكه مع الان او 3 ماينس، بتروح لا بتدور على انيون ثاني فبتشبك مع السي ار او 4 ماينس. البي اي مع السي ار او 4 ماينس هذول ما بيدوبوا بالمي، فبتشكل عندي راسب، فبمثل لي اياها بهاي المعادله، بحكي لي بي اي 2 بلس زائد اللي هي سي ار او 4 2 ماينس اكيوس اكيوس، يعني دايبين بالمي. هذول اول ما بيشوفوا مع بعض بيتحدوا، تمام، وبشكلوا لي اللي هو باريوم سي ار او 4 ماينس. طبعا بنلاحظ ما ضربنا اي شيء لانه عندي موجب 2 وعندي سالب 2، فبيطلع عندي نيوترال، فما بدي تنتين من الباريوم او تنتين من السي ار او 4. واحد مع واحد بيعطيني باريوم سي ار او 4 ماي سي او 4 على شكل سوليد. بمعنى اخر زي ما بنلاحظ هون كان عندي كل الايونات دايبه، بمعنى اخر كل ايون لحال، ولكن بصير عندي الباريوم اللي هو الموجود عندي بهذا الشكل يصير يتحد مع السي ار او 4 ماينس، وبالتالي ببلش يرسب، بمعنى اخر بيستقر على شكل سوليد بقاع السوليوشن الموجود عندي. فهذا بنسميه البريسيبيتيشن رياكشن.
طبعا ايش بيعتمد هذا البريسيبيتيشن رياكشن؟ راح نيجي ناخذ شويه قواعد الان، راح تحكي لي ايش الاملاح اللي بتكون ذائبه بالماء وايش الاملاح اللي ما بتكون ذائبه بالماء. طبعا زي ما حكينا اذا بيكون في عندي شيء سوليبل هذا بنستخدم اللي هي الاكيوس، اذا بيكون في عندي انسوليبل فهو على شكل سوليد بنحط اللي هو سوليد. الان نيجي نحكي عن هاي القواعد. هاي القواعد بتحكي لي كالاتي: اي صوت بيكون فيه عندي الجزء السالب بتاعه او اللي هو الانيون NO3 ماينس هذول بيكونوا ذائبين بالمي. هذول طبعا قواعد حفظ. اي ملح بيكون في عندي نايتريت NO3 ماينس هذول بيكونوا ذائبين بالمي، زي لما جينا حكينا هون باريوم نايتريت NO3 دائما اي شيء مع NO3 هذا بيكون ذائب بالاكيوس سوليوشن او ذائب بالماء. Most alkaline metal group 1 salts and NH4 are soluble، بمعنى اخر اي عنصر من عناصر اللي هي المجموعه الاولى زي لما بنحكي صوديوم، زي لما بنحكي اللي هي ليثيوم، زي لما بنحكي اللي هي سيزيوم، هذول اللي هم الاملاح او الاملاح اللي بتتشكل من المجموعه الاولى او اللي بيكون فيها الكاتيون عباره عن NH4 هذول بالاغلب بيكونوا سوليبل. موست سي ال او هيلايد اللي هي سي ال بي ار اي هذول كلياتهم بيكونوا ذايبين بغض النظر ايش الشيء الموجب عندي، باستثناء انه يكون هذا الموجب عباره عن اي جي بلس او بي بي بلس او اتش جي او اتش جي بلس. تمام، فدائما اي شيء بيجي مع السي ال ذائب الا اذا انه اتحد اللي هو على سبيل المثال السي ال مع الاي جي فهذا بيكون مش ذائب، فاحفظها دائما اي جي سي ال او بي ار او اي جي بي ار او بي بي اي. تمام، هذول كلياتهم بيكونوا مش ذايبين بالماء. Most sulfate salts are soluble، يعني كل الاشياء اللي فيها SO4 بتكون دائبه ما عدا، وهذول لازم نحفظهم الاستثناءات اللي هم الباريوم سلفيت، الليد سلفيت، تمام، والميركوري سلفيت، واللي هو الكالسيوم سلفيت، تمام، فكل شيء ما عدا اللي هم هذول الاربعه مع الاس او 4 بيكونوا دايبين بالماء. Most OH minus are slightly soluble، تمام، اللي هم يعني بيدوبوا بشكل جزئي، تمام، زي لما نحكي مثلا صوديوم هيدروكسيد، طبعا صوديوم هيدروكسيد والكو اي والكي او اتش هذول بيدوبوا بشكل كويس، تمام، لانه زي ما حكينا هذول ان اي والكي هم من المجموعه الاولى، الباريوم والكالسيوم هذول بتكون شوي ذائبيتهم اقل. موست الاشياء اللي بيكون فيها الانايون وحده من الانايونز هذول الموجودين عندي هون زي الكربونيت او زي مجموعه الفوسفيت فهذول برضو بتكون الذائبيه تاعيتهم قليله، باستثناء اللي هم الاشياء اللي بيجوا مع اللي هي قاعده 2 زي اللي هم عناصر المجموعه الاولى او ان اتش 4، فان اتش 4 مع اي وحده من هذول بيكون السولت ذائب، اي واحدة من عناصر المجموعة الاولى مع هذول السولتس بيكونوا ذائبين، عدا ذلك بتكون الذائبية تاعتهم قليلة. فهاي القواعد لازم نحفظها حتى نتمكن من الاجابة عن كثير 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 من الاسئلة اللي ممكن تجيك بالامتحان. طبعا بحكي لي which of the following ions form compounds with Pb that are generally soluble in water. طبعا اذا بتلاحظ الاشياء اللي بالعاده بتكون مش سوليبل طبعا دائما زي الباريوم، طلع الباريوم دائما بتكرر بالعاده هذا بتكون دائبيته قليله، كذلك الامر بالنسبه للبي بي زي ما حكينا البي بي بتكون دائب ما عدا مع الهيلايتس اللي هم سي ال بي ار ماينس، كذلك الامر مع السلفيت. فلاحظ انه الاشياء اللي فيها مشاكل دائما بالسوليبلتي دائما بتتكرر. فالسؤال بحكي لي البي بي تمام هذا مع مين بيكون ذائب؟ زي ما حكينا هون دائما اي شيء مع ال NO3 ماينس هذا بيكون ذائب، فالبي بي مع ال NO3 ماينس راح يكون ذائب، بس
ما عدا ذلك راح يكون عندي مش تائب. طبعا الـ NA هون بنستثنيها لأنه الـ PP عمرها ما راح تتحد مع الـ NA، هذه موجب وهذه موجب، فدائما لازم يكون عندي أنايون، الكاتايون بيتحد مع أنايون. طبعا مع الـ S2- حكينا بآخر قاعدة إنه الـ S2- are slightly soluble، بمعنى آخر دائبيتهم قليلة إلا إذا كانوا مع اللي هم الجروب واحد، فهم مش مع جروب واحد فتكون دائبيتهم جدا جدا قليلة. كذلك الأمر مع السي ال ماينس، حكينا حسب القاعدة البي بي أو ليد مع السي ال ماينس هذا بشكل لي insoluble salt، بمعنى آخر ما بيدوب. فهاي القواعد بتمنى انه نحفظها بشكل جيد. تمام، زي ما حكيناهم بنعيدهم مره ثانيه. الاشياء المهمه، اي شيء مع الان او 3 بيكون دائب، عناصر المجموعه الاولى زائد الان اتش 4 هذول بالعاده بيكونوا دائبين بغض النظر شو الكاونتر انايون، بغض النظر شو الجزء السالب. السي ال ماينس بي ار ماينس اي ماينس مع كل شيء بيكونوا دائبين استثناء هذول الثلاث عناصر. السلفيت اللي هي الاس او 4 ماينس اغلب الاملاح تاعتها بتكون دائبه الا اذا كان معي واحد من اللي هم الاملاح الموجودين عندي. الاو اتش ماينس زي الان اي او اتش والكي او اتش بيكونوا دائبين، عدا عن ذلك بتكون دائبيتهم قليله. اي شيء بيجي مع هذول بيكونوا سلايتلي سوليبل الا اذا كان في عندي اللي هو الكاتيون عباره عن اللي هم المجموعه الاولى او اللي هم ان اتش 4.